السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا بهذا اللقاء الطيب معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم وكل موحد وموحدة ومسلم ومسلمة معنا جميعا نلتقي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله جل وعلا هو يوم عرفة. نعم نعم، هو يوم عرفة، يوم مبارك باركه الله جل وعلا من عنده، يوم سعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم سعد به كل حاج وقف بعرفة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن فضل هذا اليوم الطيب المبارك أن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي سمع هذه الآية، أعتقد أنك أخي الحبيب وأنك أختي الحبيبة سمعت هذه الآية. نعم سمعناها. أحسستم بشيء؟ لا شيء. لكن هذا اليهودي، اسمع واتعظ، هذا اليهودي لما سمع هذه الآية المباركة والتي أنزلها الله عز وجل في القرآن ذهب إلى عمر. سيدنا عمر لما يذهب إليه؟ اسمع، تعال معي، تعالي أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، واسمعوا إلى هذا الحوار الطيب المبارك بين هذا اليهودي وبين أمير المؤمنين عمر، حينما قال له: يا أمير المؤمنين، إن ربكم جل وعلا قد أنزل عليكم آية في كتابكم، نحن معاشر اليهود لو نزلت عندنا ولو نزلت علينا لجعلنا هذا اليوم الطيب يوم عيد عندنا. قال له: ما هذه الآية؟ قال: في قول ربكم جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيدنا عمر: إني لأعلم متى نزلت هذه الآية. قال: متى؟ قال: يوم عرفة. هذا اليوم هو يوم عيد، ده غير اليوم بتاع بكرة إن شاء الله. حق لنا جميعا أن نسعد بهذا الطيب، هذا اليوم الطيب المبارك، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا ما أجمله، حديثا ما أروعه: خذوه واجعلوه نصب أعينكم وحلقة في أذنكم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتم. خاتم، ما فائدة هذا الخاتم؟ حينما أقول لك قال رسول الله: احتاسبوا على الله. عارف كلمة احتسب يعني ايه أختي الكريمة أخي الكريم؟ كلمة احتسب كأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع على ورقة الآن، وهذه الورقة مسجلة من قبل الله جل وعلا. قال النبي: احتسب على الله أن من صام يوم عرفة فإن الله عز وجل يكفر عنه سنة ماضية وسنة قابلة. هنيئا لكم، هنيئا لكم. ثم نختم هذا الحوار الطيب المبارك معكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء، أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. اليوم نلتقي معكم في دقائق معدودة عبر دعاء طيب مبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا جميعا. اللهم أمين. قل أمين. قل أختنا أمين. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا. اللهم إن نبيك قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به نبيك ورسولك وحبيبك محمد. قال النبي في هذا اليوم الطيب المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إن عبادك الحجاج قد وقفوا بعرفة
وجعلت منهم عتقاء من النار، أنزلت عليهم رحمتك، أنزلت عليهم مغفرتك، أنزلت عليهم عفوك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم، اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، اللهم اشملنا يا ربنا بمغفرتك ورحمتك، ارزقنا اللهم الرضا وراحة البال، اللهم لا تكسر لنا ظهرا، ولا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، اللهم إنا نسألك الصبر على القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو نطقت به ألسنتنا، اللهم إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا وآخرها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
اللهم طهرنا بالماء والثلج والبرد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن القسوة ومن الغفلة ومن الذلة والمسكنة، نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق ومن السمعة والرياء. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، ذاكرين، مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد لساننا، اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما علمنا وما جهلنا. رب اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. رب إننا قد استودعناك أيامنا القادمة، فاكتب لنا فيها خيرا، وادفع عنا كل بلاء وكل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اجعلنا اللهم هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في نفوسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم وفق بلادنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفق بلادنا مصر إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم، ابعد عن بلدنا كل سوء وكل شر وكل فتنة يا أرحم الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم استجب بفضلك دعوانا ومتابعنا وحبنا في كل مكان، متابعنا وقوة تفزيون باشر المباشر والمحافظ في شدهم. تفضلنا وفضلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.